السلام عليكم طلاب كلية الفارابي جامعة الأهلية المرحلة الثانية. طلاب إن شاء الله اليوم هو إن راح نكمل لكن جزء آخر من مادة الطفيليات، هو خلي نشوف شنو هو الجزء اللي راح نتحدث عنه. حقيقة طلاب إحنا كملنا الجزء الخاص بالبروتيستا اللي هو بفايلم البروتوزوا. لاحظوا إنه هاي الكلاسات إحنا كنا طرقنا لها وأخذنا بآخر شيء جينس بلازموديوم اللي هو يسبب لي مرض الملاريا. زين، اللي حنبلش بيه اليوم إن شاء الله هو الكينجدم هي الانيميليا والفايلم هي البلاتيهلمنتس. طلاب اذا تتذكرون انه احنا بماده لا فقريات اتطرقنا لفايلم البلاتيهلمنتس واخذنا عده ديدان بها. اذا تتذكرون اخذنا الهيرودوم ديسينالس واخذنا التيربولاريا الكلاس التيربولاريا واخذنا الجينس اللي كان يعود له هو البلاناريا. فلاحظوا طلاب اليوم راح اخذ جزء كلاس للتريماتودا اللي راح ناخذ بجينس الفاشيولا وجينس اخرين، راح ناخذ تو جنيرا اخرى وراح ناخذ جينس الشيستوسوما، لكن يعني المحاضره الجايه ان شاء الله راح اتطرق للشيستوسوما. يبقى كلاس السيستودا طلاب هذا احنا على اساس تعليمات الوزاريه اللي جتنا انه لازم الطالب يقدم تقرير، فراح ان شاء الله راح نخلي التقارير على كلاس السيستودا وان شاء الله راح اخبركم شنو اللي مطلوب من عندك بالضبط بالتقرير، وهذا اكون تقريبا مشيت 70% من الماده او 75% من الماده حسب تعليمات الوزاره. نشوف طلاب الهيلمنتولوجي، علم الديدان شنو يشمل علم الديدان؟ طبعا هاي التوبكس اللي كنا المفروض يعني نتطرق لها خلال السنه هذه، لكن يعني شفتوا ضيق الوقت والظروف اللي مرينا بيها. فالبارت الاول كلاس التريماتودا هو الفلوكس، تذكرون المثقبات او المخرمات اللي حكينا عنها. اليوم ان شاء الله راح ناخذ الليفر فلوكس اللي هي المثال مالتنا هو الفاشولا هيباتيكا اللي مدى يعرف الاسم العلمي شلون، اذا تلاحظ اني ميلته عن بقيه الكلمات. يعني اكو طلاب يقولون احنا بدنا نميز الاسم العلمي، الفاشولا هيباتيكا هذا اسم علمي، يعني انت من تكتبه بالورقه تكتبه وتكتب خط جو خط جوا. الليفر فلوكس معناها مثقبات الكبد، نترجم اسم الدوده الفاشولا هيباتيكا. الكلونر كاستاينسيس طبعا هي مثال اخر عن دوده تصيب الكبد. الانتستاينال فلوك مثقبات او مخرمات الامعاء، اسم الدوده هذا الاسم العلمي الفاشولوبسيس بوسكاي. وعندنا الهيتروفيس هيتروفيس، وعندنا ايضا ديدان اخرى لكن ما راح اتطرق لهم، فقط اللي ملونه باللون الاحمر. اللانج فلوكس طلاب هي مثقبات الرئه اللي هي دوده الباراجونيماس ويسترماني. زين، البلاد فلوك طلاب هذا يحتاج لها محاضرة واحد حتى نقدر نغطيها للمادة، لأنه تختلف عن بقية أنواع الفلوكس. تتذكرون أنه إحنا بالله فقرية طبعا أخذنا جزء يعني مرينا عليها مرور الكلام، قلت لكم حنتطرق لها بالتفصيل بالطفيليات، وهذه إن شاء الله الأسبوع الجاي راح ناخذها. أما هذه طلاب كلاس السيستودا اللي هي الديدان الشريطية راح أتطرق لها إن شاء الله من خلال التقارير اللي حتقدموها. طلاب هذه هي التيربولاريا، كلاس التيربولاريا واللي قلنا هي جينس البلانيريا اللي تعود إليها هي البلانيريا، وهذه هي الكلاس الريمادودا هي دودة الفاشولا هيباتيكا، وكلاس السيستودا عندنا مثال هو التينيا، تينيا سوليوم، تينيا سجيناتا، هايمنولوبس نانا، الإيكانوكوكس جرانيولوساس، يعني هواي عندنا ديدان تعود إلى كلاس السيستودا اللي هي الديدان الشريطية. طبعا أنا جبت لكم فيديو، وين فيديو يشوفني التريماتودا وفيديو يشوفني السيستودا. لاحظوا طلاب وياي هذا الفيديو، هذا طبعا دا يشوفني كلاس السيستودا اللي التينيات، يعني جماعة التينيات نسميهم احنا. فنشوفوا طلاب شنو هذا الفيديو، شلون حيكون شكل الدودة. لاحظوا وياي طلاب، هذه طبعا هي قطة مصابة بدودة شريطية. لاحظ الدودة الشريطية شلون الجسم يكون مقسم، دا تشوفون التقسيمات طلاب مال الدودة، شوفها كأنه شريط مقسم، بس ركز وياي شوفها كأنه شريط مقسم، هذه هي الدودة الشريطية. لاحظ وياي التقسيمات، لاحظ طلاب شلون انه هي تكون الدودة طويلة جدا بحيث ممكن انه تغلق لي الامعاء تماما، يعني تكون بطول الامعاء ممكن، فهذه خطورة هذه الديدان الشريطية. لاحظ سمك الدودة شلون يكون، تكون كلش يعني كأنه بالجهة البطنية متسقة بالجهة الظهرية. لاحظ شوف هذه التقسيمات، تلاحظ هذه التقسيمات مالتها، شوفها شلون شريطية. لاحظ هذه طلعها، طبعا هذا الجزء الثاني، تشوفها شلون دا يطلع من الامعاء، طبعا هذا تنقطع ودا يردي يطلع الجزء الاخر من عندها. اوكي،
او ممكن تكون دودتين بنفس المكان. فلاحظ وياي طلاب، شوف هذه طول الدوده، طبعا من خلال من يفحصون الجهه الاماميه والجهه الخلفيه للدوده يعرفون اذا هي دوده او دوتين. طلاب لاحظ هسه خلصنا من كلاس السوداء اللي هو هذا، هذه هي نفسها اللي طلعها بالفيديو. هسه حنشوف هذه شلون حيطلعها من الكبد. طبعا هاي مثقبات الكبد، لاحظ وياي طلاب شلون راح يطلعها من جسم من عفوا من من من, من الكبد. لاحظ وياي هذا كبد مصاب بهذه الديدان الفاشيولا، لاحظ الطلاب شلون راح يطلع لي الدوده. طبعا قلنا مو بالضروره انه الفاشيولا اللي تصيب الكبد، ممكن الكلونوركا ساينسيس وانواع اخرى. شوفوا وياي شلون الدوده تكون، هاي قلنا تشبه ورقه الرارنج، ممكن الدوده هذه هي دوده اخرى دي تطلع لنا من الكبد. شوفوا طلاب شوفوا شلون تختلف عن هذاك، هاي التريماتودا، هذا كلاس التريماتودا. الفيديو اللي قبله كان يخص كلاس السيستودا. لاحظوا وياي هذا الكبد مصاب بالمثقبات او المخرمات، حتى تتخيل شنو الفكره وياي. فيطلعون هاي الديدان طلاب، بعدها يصبغوها ونفحصها جوا المجهر. زين، كلاس التريماتودا شنو بي؟ يقول هنا عندنا الليفر فلوك، الليفر فلوكس اللي هي مثقبات الكبد، انتستاينال فلوكس اللي هي مثقبات الامعاء، واللنج فلوكس اللي هو مثقبات الرئه. طلاب هذه الجنرال كاركترستكس اوف ذيس وورمز، هذه طلاب مهمه جدا جدا. ليش؟ لانه حفرق عنها الاسبوع الجاي، ما راح اقول هذولي، راح اقول بس البلاد فلوكس مثقبات الدم وياي. فلاحظ انه هذول ثلاثه هم يشتركون بهذه الصفات عدا البلاد فلوكس اللي راح ناخذها الاسبوع الجاي ان شاء الله. طلاب لاحظوا ايه يقول لي مونيشياس، انه الميل والفيميل اون ذا سيم اورجانيزم، انه الذكر والانثى يكونون على نفس الكائن. لاحظ طلاب هذه هي دوده الباراغونيموس وسترماني، هذه دوله الفاشيولا هيباتيكا، وهذول انا ما راح اتطرق لهم لانه ما راح ناخذهم اصلا، هو واحد الكلونيكا ساينسز. زين طلاب الثاني شيء عندنا الاورال سكر والفنترال سكر، and some worms have genital سكر. اوكي، اذا الانواع المحاجم اللي عندها هذه الديدان عندها شنو؟ اورال سكر. تشوف هذا هنا، هذا هو الاورال سكر، وهذا هو هنا هم الاورال سكر. لاحظوا يقول لي الفنترال سكر، الفنترال سكر طلاب هو هنا هذا يكون، يكون المحجم بطني ومحجم فمي. يقول لي في بعض الديدان تحتوي على الجينيتال سكر، تحتوي على محجم شنو؟ تناسلي. طبعا هاي الدوده احنا ما راح ناخذها، اللي هي الهيتروفيس، هيتروفيس تكون عندها ثلاث انواع من المحاجم ما راح ناخذها. بس اني كانواع سكرز، كم نوع سكرز عندنا؟ الاورال اند فنترال. اوكي، ممكن يكون عندنا شنو؟ جنترال جينيتال سكر اللي هو في بعض الديدان. زين، the body is flat leaf like shape، الجسم يكون flat يعني مطبوق الظهر على البطن، ويكون leaf like shape يشبه الورقة، قلنا يشبه الورقة مال الحمضيات، نباتات الحمضية، الرارنج، البرتقال. ال intestinal cecae unite posteriorly to form single cecae. طلاب يقول لي هنا الأمعاء انه تكون بشكل ممتدة هذه إلى نهاية جسم الدودة، وممكن أن تتصل مع بعضها وتكون لي single cecae. السيكا هي الأمعاء طلاب، intestinal cecae unite posteriorly تتحد بالخلف وتكون لي single cecae، يعني تبدي متفرعة فرع منا وفرع منا وبالأخير يتحدون ويكونوا لي single cecae. life cycle طلاب هذا جدا مهم، life cycle includes الأطوار اللي راح تمر بها الدودة حتى توصل إلى هذه الدودة البالغة. طبعا هذول عدة ديدان، ما ننسى هذول عدة ديدان، مو أطوار هذه، لا عدة ديدان. ف life cycle includes شو تتضمن؟ دورة الحياة تتضمن الإيج، البيضة، الميراسيديم، طور الميراسيديم، السبوروسيست، الريديا، السيركاريا اند ميتا سيركاريا. طلاب هذول ضروري ضروري يعني تفهموهم وتحفظوهم بالسرعة. يعني مثلا احنا يعني من يصير الطفل من الام تحمل بالطفل جنين وبعدين طفل، ومن ثم مرحلة المراهقة وبعدين بلوغ، يصير نقول الطفل ورا مرحلة المراهقة ما معقولة. إذا هذه الأطوار لازم نحفظها بالبداية. طبعا يمكن الطالبة كانوا شي يقولوا لي إنه الإيك تعرفوها الإيك، إنه نسجلها إيك، والميراسيديم أخذ أول حرف من كل كلمة أم أس آر، فش حصير مصر، أوكي؟ مصر، أوكي؟ فش يقولوا لي حطوا دوت كوم اللي هي السي والإم، أوكي؟ فتصير كأنه مصر دوت كوم. يعني هيك للتوضيح بس، يعني مجرد التوضيح حتى كنا نحفظها، يعني تفيد ويانا هيك امورات. الايك طلاب از ذا دايجنوستيك ستيج، يعني شنو هي الطور التشخيصي؟
يعني البيضة هي اللي راح تطلع ويا الفيسز، وراح أفحص إذا كان الشخص مصاب بهذه الدودة، أو ممكن أن تطلع وين بالسبيوتام بحالة الباراغونيموس ويسترماني، يعني ممكن أن تطلع بالقشع بحالة الباراغونيموس ويسترماني. الميتاسركاريا is the infective stage. إذا من الطور التشخيصي؟ من هو الطور اللي راح يطلع لي ويا الغائط؟ هو الايج. الطور اللي حيصيب الانسان من هو الميتاسركاريا، سجلها يمك، هذا هو طور الاصابه بالنسبه للانسان. زين السيركاريا طلاب، وين هالسيركاريا؟ هذه السيركاريا، هذا الطور يقول لي unforked tail سيركاريا. هذا شنو المعلومه؟ هسه راح اشرح لك اياها من نتقدم بالمحاضره. الراديا in the life cycle stages. الراديا ليش هسه حقول لك ليش انه دا يذكر الراديا؟ ايضا لانه حنشوف فرق عن الشيستوسومات اللي راح ناخذها بالاسبوع الجاي. السيركاريا طبعا يكون الذيل مالتها مشطور النهايه، هاي الذيل مال السيركاريا مال هذول الثلاثه يكون غير مشطور، unfork يعني ما مشطور، الذيل ما مشطور. الراديا هناك تختفي من دورة الحياة الطلاب، هنا لا موجودة بدورة الحياة. هاي فروقات طبعا واني حطلبها من عندكم مستقبلا ان شاء الله. شوفوا الطلاب، الليفر فلوك مثال عندنا هي الفاشيولا هيباتيكا، اليوم هذول اللي راح اخذهم بس. الليفر فلوك هي الفاشيولا هيباتيكا، الانتستاينال فلوك هي الفاشيولوكسس بوسكاي، واللانج فلوكس اللي هي من الباراغونيماس ويسترماني. فمن اقول لك جيفان اكزامبل اوف باراسايت بيلونج تو لانج فلوكس، شو تقول لي؟ هو الباراغونيماس ويسترماني. او اسالك سؤال اخر اقول لك جيفان اكزامبل اوف باراسايت بيلونج تو intestinal flux، ومن هو تقول لي الفاشيولوبسيس بوسكاي، اقول لك give an example of parasite belong to liver flux اللي هو من هو الفاشيولا هيباتيكا. طلاب طبعا حتشوف كل وحده بها ميزه شكل بحيث اني اقدر افرق. طبعا بالامتحان حتيجيك ممكن صوره واقول لك diagnose this parasite، انه شخص هذا الباراسايت. فشو تقول لي؟ انت حتشوف اكو امورات حنتفق اليوم عليها ان شاء الله حتى ما تنساها بعد. طلاب بالنسبة لدودة الفاشيولا هيباتيكا، لاحظوا وياي انه اول شيء هذه الدودة بها صفتين مهمة، هاف شولدرز عندها اكتاف، اوكي هذا الكتف الاول، لاحظ هنا هذا الكتف الاول، هذا هو الكتف الثاني، بالاضافة الى انه عندها برانش سيكا، الامعاء مالتها تكون متفرعة. لاحظوا وياي هذا هو الاورال سيكر، هذا هو الفارنكس، لاحظ هذه الامعاء تبدي كانه فرع، لكن الفرع ايش متفرع من عنده؟ فروع صغيرة، تلاحظ هذه وياي، هذه هي الفروع الصغيرة، لذلك اعتبرها برانش سيكا، اي امعاء متفرعة. اذا هذه بها صفتين مهمة سجلها يمك، اذا بها تو او هاف شولدرز معناها عندها اكتاف، اثنين عندها برانش سيكا، اي امعاء متفرعة، هاي النقطتين. اذا اجي اقارنها طلاب هنا، لاحظوا وياي هاي كانه تشبه البيضة، وهاي ما تشبه البيضة، اي اكتاف ماكو بالموضوع، اي هنا انحناءات ماكو لهذه الدودة، بالاضافة الى انه الامعاء اذا تجي حتشوف كانه هنا يعني الامعاء تتفرع فرع اول وهذا هو الفرع الثاني، ولا تتفرع تفرعات ثانويه، اذا هذه لا عندها الاكتاف ولا عندها الامعاء المتفرعه. زين لاحظ طلاب وياي يعني انه هنا شوفوا هاي المنطقه هي عباره عن التيستس، اوكي هذه هي عباره عن التيستس، شوفوا هنا منتشره على كل جسم الدوده، اذا تلاحظ هنا هذه هي التيستس مال هذه الدوده وياي. زين من تيجي هنا طلاب تشوف انه الرحم هي الرحم هنا هذا النقاط الاسود، وال هو اليوتيراس، والاوتايب يكون هنا لاحظ هذا هو اليوتيراس، هذا الهيتشي اللي يكون، هذا هم من الرحم، وهذا هو الاوتايب، هذا هم تكون يعني تكون الاعضاء الانثويه للدوده بالمقدمه الاماميه من الدوده، اما الاعضاء الذكريه تكون بالنهايه الخلفيه للدوده. اجي على الباراغونيماس ويسترماني، شنو الصفه المهمه؟ شلون اعرفها هذه؟ الطلاب هذه بها صفتين مهمه، انه الامعاء مالتها لاحظ هذه الخط الاحمر الطوخ، هذه بدك تشوفها، هاي تكون زيجزاج شيب، يعني تشبه الزيجزاج، هذا هاي المعي الاول وهذه المعي الثاني، هذولا هي المعي الثاني. هذا بالتصبيغ طبعا طالع لونه فاتح، هي طلاب تحتوي على بلايند اندز، الامعاء تكون شنيه؟ نهاياتها مغلقه ونهايه عمياء نسميها، لذلك هي تعتبر incomplete digestive system، هي تعتبر جهاز الهضم مالتها غير مكتمل وياي. فهذه عندها الصفه المهمه، شنو الصفه المهمه بالباراغونيماس ويسترماني اذا اسالك؟ تقول لي السيكا زيجزاج شيب، وعندها صفه ثانيه طلاب انه البودي covered by spine، الجسم مغطى باشواك، البودي covered with spine. اوكي okay. With spines الجسم مغطى بأشواك.
هذه شنو صفتها؟ بها صفتين، هذه ما شفنا بها صفة يعني كلش مميزة، لأن أكو ديدان يشبهوها، بس هذه صفتها المهمة طلاب، تعتبر أكبر الديدان. هسه راح أشوفكم سلايد جبت لكم إياه ليش هي أكبر ديدان. زين، بالنسبة للفاشيولا هيباتيكا، طبعا أنا هنا إيش سويت؟ يعني مرات أكتب الاسم العلمي جوا خط وأعدله، ما راح أكتبه بطريقة مائلة، ومرات أكتبه بطريقة مائلة وما أحط جوا خط، أوكي؟ زين، هذه هي دودة الفاشيولا هيباتيكا، احفظ الاسم ضروري طلاب بالامتحان، حتى لحد يقول لي ما قلتي، إذا تغلط بحرف واحد من الاسم أعتبر الإجابة غلط. وأني نبهت بالبرنامج اللي راح نمتحن عليه ما يكون الخط مائل وما يكون جواه خط، أي أني وياكم ما يخالف، بس لازم تكتب الاسم العلمي بطريقة صحيحة. زين، الفاشيولا هيباتيكا الاسم العلمي مالتها هذه الدودة طلاب شنو اسمها؟ اسمها الفاشيولا هيباتيكا. زين، الكومن نيم اسم الدودة شائع، شو يسموها؟ يسموها شيب ليفر فلوك، مثقبات الكبد للخرفان، او ممكن تكون للانسان همين، اوكي؟ فالكومن نيم مال الدودة اسمها شائع شو يسموها؟ هي الشيب ليفر فلوك. زين، الديزيز اسم المرض اللي تسبب لي الدودة، هي تسبب لي الليفر روت، اي تعفن الكبد، الليفر روت اللي هي تعفن الكبد. زين، الانفكتيف ستيج طلاب من هو طور الاصابه بالنسبه لنا؟ هو الميتاسيركاريا، اوكي؟ هنا عندنا طلاب اكو تو انترميديت هوست، الاول اول مضيف وسطي هو السنيل، وثاني مضيف وسطي طلاب هي الاكواتيك فيجيتيشن او الووتر كريس نسميها. زين، الفاينل هوست طلاب هو من هو؟ هو الهيومن، الكاو والشيب. أنا عرفت من المحاضرة السابقة أنه ليش هو final host، لأن أنا عرفت final host أو سميناه definitive host هو المضيف اللي تنمو الدودة بي أو الطفيلي إلى مرحلة البلوغ ويقوم يبيض هذا الطفيلي. يعني مثلا الفاشيولا هيباتيكا راح تبدي تبيض بجسم الإنسان، والبيضة راح تطلع من جسم الإنسان، إذا نعتبر الإنسان هو final host. الانترميديت هوست ليش أسمي انترميديت هوست؟ لأنه الطفيلي راح يمر بعدة أطوار حتى يكمل دورة حياته. الدايجنوستس طلاب هي الاوفا ار فاوند ان فيسز، طبعا يمكن هنا الامور اختلطت عليك، بس من حشرح دوره الحياه راح تترتب بالنسبه لك هذه السلايد. اذا شلون اشخص هذه الدوده؟ اشوف الاوفا اور الايج ان فيسز، الايج راح اشوفها بالغائط. زين، ليش؟ لانه هي راح تصيب الجهاز الكبد وبعدين راح تطلع البيوض عن طريق الجهاز الهضمي مثل ما نعرف، وتطلع الى خارج جسم الانسان. زين طلاب، لاحظ انه الادلت ورم ريسايد ان ذا لارج بايلاري باسيج اند جول بلادرز، اذا هذه الدوده البالغه هذه هي نفسها وين راح تستقر مكانها؟ انتبه لي، وين حتستقر مكانها؟ بالبايلاري باساج، اوكي؟ اذا معناها وين؟ بالقنوات الصفراويه والصفراء وياي لولا. زين، هنا يقول لي person infected with fasciola is done by finding الفاشيولا ايج ان ستول، شلون اعرف اني هذا الشخص مصاب بالفاشيولا هيباتيكا؟ راح من اجي افحص الفيكال مالته السبيسمن او الستول او الغائط، من اجي افحصه راح الاقي البيضه مال الفاشيولا هيباتيكا. شكل البيضه شلون صاير هذا؟ طبعا السلايدات هذول مال الصور مطالبين بها، شلون اعرف هذه البيضه مال الفاشيولا؟ شوفوا هذا كانه تحتوي على اوبركيولام، قبغ طلاب، هذه تحتوي على قبغ، فاني اعرف انه هذا هو طور البيضه، اوكي؟ من اقول لك دايجنوستس ستيج تقول لي ايج، تو ويتش باراسايت ذيس ستيج بيلونجز، الى اي طفيلي يعود هذا الطور؟ تقول لي الفاشيولا هيباتيكا. لاحظت اني اللي اعرفه انه تعلمته على اسئلتي من ماده اللافقريات. زين، نكمل طلاب، انه هنا بيبل دونت باس ايجز ديورينج ذا اكيوت فيس اوف ذا انفكشن. زين، شخص تو انصاب بالفاشيولا هيباتيكا، اوكي؟ تو اكل طور الميتاسيركاريا، بعدها ما حتى ما يعني ما بالغ الدوده، راح يطلع الايجز وذ ذا فيسز؟ نو. ايش وقت هذا؟ بالكرونيك فيس، بالطور المزمن، من راح تكبر الدوده وراح تستقر بالبالياري داكت، راح يطلع هنا الايجز از فاوند ان فيسز اور ان ستول، وتبين لي انه فعلا الشخص هو مصاب بدوده الفاشيولا هيباتيكا، اوكي؟ اذا بالكرونيك بالاكيوت فيس انتبه، نو ايج، ماكو ايج، دونت باس ايج، هاي مهمة. وشو وقت راح تطلع لي الاكس؟ بالكرونيك فيس. هاي سجلها الملاحظات طلاب، يعني انت لو تسجل الملاحظات بصف الرسم
اللي لا أذكرها أني باللغة العربية، أنت راح تعرف تحل الأسئلة بطريقة سريعة جدا بالفاينال. هذه هي الطلاب دودة الفاشولة هيباتيكا بصورة عامة، يعني هاي الشكل كامل للدودة. أنا جيت كبرت المقدمة الدودة ليش؟ لأنه أهم الأشياء حنشوفها بمقدمة الدودة. شوفوا طلاب، أول شيء هنا أنا راح تشوف هو هذا الأورال سكر، هذا هو الأورال سكر المحجم الفمي. لاحظوا الأسئلة ممكن تجيك شنو؟ ممكن تجيك صورة أو أني أشر لك عليها أو أقول لك what is the pointed part؟ شنو هو جزء المؤشر؟ أوكي؟ ممكن أجيب لك شنو هو؟ أجيب لك لا أجيب لك إياها أشر لك هنا وأقول لك fill in the blanks، إملي الفراغ، شو تقول لي هذا الأورال سكر؟ ممكن أجيب لك هنا هذا هو شنو هو هذا الفرنكس البلعوم مالتها، زين، لاحظ الطلاب وياي إذا أورال سكر بلعوم حتيجي هاي الأمعاء، لاحظ هذا المعي الأول، هذا هو المعي الثاني، شوفوا تفرعات الأمعاء شلون هاي الأمعاء مالتها متفرعة، وياي إذا من أشر لك هنا شو تقول لي؟ branched intestine أمعاء متفرعة. وياي زين، هذا هو طلاب شنو هو هذا الدائري الوردي، هو هذا الفنترال سكر المحجم البطني، هذا اللي باللون الاصفر اللي تشوفوه، هذا هو اليوتيرس، هذا عباره عن الرحم. هذه الطلاب اللي تشوفوها منتشرة على جانبي الدودة، هاي التفرعات على جانبي الدودة، هاي الطلاب نسميها الفيتيلاين جلاند، هاي الغدد المحية. شنو وظيفة الغدد المحية؟ هي فورميشن اوف يوك اند الاكشيال، هاي وظيفتها طلاب. من اسمها الغدد المحية معناها تنتج لي مادة المح مال البيوض، بالإضافة إلى تنتج لي انه القشرة اللي راح تغلف البيضة اللي راح تطلع حاليا، لأنه البيضة راح تطلع ويا الفيسز ويا الغائط، لازم اكو قشرة حتى يستمر الكائن انه بدورة حياته، لازم اذا اكو شيء يحمي البيضة، وبالتالي اذا منو هاي راح يفرز لي هاي مادة الايك شيل؟ هي الفيتيلاين جلاند. اوكي، هذا واضح الرسم، اذا اكو اي استفسار تسالوني بالمحاضرة القادمة ان شاء الله. لاحظوا طلاب هذه الفاشولة هيباتيكا، يعني احنا صح انه ما قدرنا نشوف شيء بالمختبر، عموما احنا ما عندنا هيك شيء سلايدات واضحة بالمختبر، لكن دودة الفاشولة هيباتيكا من اني حجي افحصها جوا المجهر، هذا طبعا جوا المجهر تماما، يعني هاي جبت لكم صورة، فاني كاتبت لك فاشولة هيباتيكا اندر مايكروسكوب، تحت المايكروسكوب، ايش حيبين؟ شلون هاني اعرف هاي فاشولة هيباتيكا؟ اذا تلاحظ انه هاي التفرعات مال الامعاء، اوكي، هاي النقطة الأولى، هاي صفتها المهمة، مثلا أقول لك mention two important features of fasciola hepatica or in fasciola hepatica، شو تقول لي؟ have a branch intestine and have shoulders، وين الشولدرز؟ لاحظ هذا هو الكتف الأول وهذا هو الكتف الثاني، تشوف هذا الانبعاج هنا كأنه عندها أكتاف، وهذه هي منطقة عود الرأس يعتبروها، اوكي؟ زين. طلاب دورة الحياة حقيقة بالفلوكس كلهم، يعني اللي بالليفر فلوكس اند انتستينال فلوكس واللنج فلوكس، هي نفس دورة الحياة. وين حنشوف الاختلاف طلاب؟ راح نشوف الاختلاف بالمضيف، وحنشوف الاختلاف المضيف النهائي وبالمضيف الوسطي. زين، اريدك كل زين تركز بدورة الحياة، اوكي؟ ممكن اجيب لك صورة بالامتحان واخفي لك جزء واقول لك هذا شنو يا طور، ممكن هذا شنو اسمه يا مضيف، انت تعرف، اوكي؟ يعني انا ما يصير انطيكم الاسئله، بس يعني تتوقع انت كل شيء حتجيك الاسئله، بالاضافه الى انه الاسئله حتكون مطوله، خلوها ببالكم، لا حد يقول ما لحقت وما اعرف شنو هذا، هذا امتحان الكتروني وهذا عالميا هيك لازم تكون الاسئله. زين طلاب، بدايه خلينا نفتهم انه احنا هذا الهيومن اند الكاو والشيب هو عباره عن احنا مضائف نهائيه للدوده. ليش مضائف نهائيه للدوده؟ لانه ايش طلعت من اجسامنا؟ طلعت هذه هي الايج، هذه هي البيضه، وياي الولاء هنا، هذه اول نقطه اريدك تعرفها. اذا احنا تكتب هنا مضيف نهائي، وهنا تكتب ذولا همينه مضيف نهائي، اذا هذه فاينل هوست مضيف نهائي. زين، راح تطلع من الامعاء مالتنا، راح يطلع يعني ويا الغائط مالتنا، ليش؟ لانه حتصيب الكبد، فالكبد راح بعدين عن طريق قنوات الصفراء وكذا راح تطلع الدوده البيضه مالتها ويا الغائط مالتنا. زين، فلاحظ طلاب الانبريتد ايجز ار باست انفيسز، تكون بعدها مكتمله البيضه، يعني انه صح هي بيضه لكن انبريتد ايج، يعني بعد ما صاير بيها الامبريو جنين، يعني متلقحه وراح تطلع من جسمنا. طلعت هذه البيضه طلاب، لاحظوا هذه تشوفها هي كانه راحت للمي، اوكي؟ راحت للمي، اوكي؟ فالايج بيكام امبريتد ان ووتر، اذا الايج ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها الجنين، زين. داخل المي نفسه البيضة راح تفقس، فقست البيضة، شو راح يطلع من عندها؟ راح يطلع من عندها طور اسمه الميراسيديوم، هاتش فروم ايج، سيك اوت سنيل انترميديت هوست، زين،
هذا طلاب الميراسيديوم، ايش حيسوي؟ تلاحظ هذه المداير جسمه، هذه شنو؟ هي عباره عن سيليا، هاي عباره عن اهداب مداير جسمه. عن طريق هذه السيليا راح يسبح هذا الميراسيديوم وراح يروح للمضيف الوسطي الاول. اذا تكتب يم السنيل يم الحلزون المضيف الوسطي الاول، اكتب first intermediate host. اوكي زين، من دخل الميراسيديوم الى داخل السنيل، طبعا راح يدخل داخل النسيج مالته وراح يتطور الى عده اطوار. الطور اللي بعد الميراسيديوم اللي راح يجي هو طور السبوروسيست، ومن ثم طور الريديا، واخيرا طور السيركاريا. السيركاريا اذا تلاحظ طلاب هذا هو شكلها، ولاحظ هذا التيل مالتها، هذا الذيل مالتها. عن طريق هذا الذيل مالتها السيركاريا راح تخترق جسم السنيل وراح تطلع من جسم السنيل وراح تتحول الى طور اخر هو اسمه طور الميتاسيركاريا. اوكي اذا هذا رقم 6 هو الميتاسيركاريا اللي تعتبر هي شنيه؟ الانفكتيف ستيج، طور الاصابه. هاي وين راح تتواجد طلاب؟ هاي راح تتواجد على الاعشاب المائيه اللي ممكن الانسان ممكن ناكلها، وبالتالي راح تدخل لنا الإصابة بهذه الديدان. يعني ممكن إنه مي، خاصة طبعا بالمكانات الزراعية المي ما يكون معقم ومصفى وكذا، فيرشون بها الخضروات، مثلا هاي الخضروات وكذا وهيجي او الخس، فمن يرشون مي ملوث تحتوي على طور السيركاريا طلاب، السيركاريا راح تتحول على النباتات هاي الزراعيه العشبيه هاي اللي ناكلها احنا الى طور الميتاسيركاريا. فرضا الشخص ما خسر هذه الخضروات بطريقه جيده، فراح تدخل لطور الميتاسيركاريا. اذا الانفكتيف ستيج فور هيومن اند كاو والشيب هو من هو؟ ميتا سيركاريا. اذا هذه تكتب يمها الانفكتيف ستيج، طور الاصابه. زين، هذه طلاب الخضروات او الخس او النباتات الورقيه اللي نحن نعرفها، هاي ايش تعتبر؟ هاي تعتبر المضيف الوسطي الثاني، السكند انترميديت هوست. ليش سكند انترميديت هوست؟ لانه تحولت من طور السيركاريا الى طور الميتا سيركاريا هنا. اوكي، يعني هذه الميتا سيركاريا تظل محطوطه على هاي النباتات لحين تتوفر فرصه للانسان انه ياكلها. وياي لو لا، اذا كم مضيف عندنا هسه بهاي دوره الحياه؟ اولا مضيف نهائي هذولا، اثنين مضيف وسطي اول هو السنيل، ثلاثه مضيف وسطي ثاني هو النباتات العشبيه او النباتات الورقيه. زين، هاي بالنسبه لدوره الحياه الطلاب. انا جيت شرحت لك اياها هنا انه هذه الفشيله هيباتيكا لايف سايكل، الاماتشور اكس ايش بيها؟ وين تكون بالفاليرا داكت اند باس ان ذا ستول، بعدين راح تطلع ويا الستول، بيكم امبريتد ان ووتر، نفس دوره الحياه راح تفقس راح تفقس بالماي وراح تحرر لي الميراسيديوم. هذا الميراسيديوم ايش حيسوي؟ راح يسبح وراح يروح الفيرست سنيل اللي هو الانترميديت هوست، يعني فيرست انترميديت هوست اللي هو من هو السنيل. داخل جسم السنيل راح يتحول الميراسيديوم الى منو؟ حطيت لكم اياها بين قوسين اللي هو طور السبوروسيست ريديا اند سيركاريا. السيركاريا عن طريق الذيل مالتها راح تطلع من السنيل وتروح للنباتات العشبيه اللي هي السكند انترميديت هوست بعد السنيل، هو من هو؟ الاكواتيك فيجيتيشن. اوكي، هذا الثاني، هذا هو بعد السنيل من هو؟ السكند افتر السنيل هو من هو؟ الاكواتيك فيجيتيشن. ثلاثه بعدين من تحولت الى طور الميتا سيركاريا من حيجي ياكلها؟ الهيومن. ليش؟ لانه هي من صارت على هاي النباتات الورقيه راح تتحول من طور السيركاريا الى الميتا سيركاريا، وبعدين الانسان يجي ياكل هاي الميتا سيركاريا اللي يعتبر فاينل اور ديفينيتيف هوست، نفس الكلمه معناها هذه. انجستشن ميتا سيركاريا كونتامينيت فيجيتيشن اللي هي الووتر كريس، يعني هاي النباتات العشبيه من راح ياكلها بها ميتا سيركاريا راح ينصاب. زين، افتر انجستشن بعد ما راح يبلعها هاي الميتا سيركاريا راح تنفتح هذا الطور المتكيس، هذا الطور المتكيس راح ينفتح وين؟ داخل مع الدقيقة مالتنا طلاب. اوكي، فداخل الجودينام. اوكي، the immature flux then migrates through the liver parenchyma into biliary ducts where mature into adult flux and produce eggs. اذا هنا أنا بعد ما انه فقس بالامعاء الدقيقة هذه الدودة فقست، بعدين راح تهاجر عن طريق الليفر بارينكايما الخلايا الليفر طبعا، وتعبر الى الباليري داكت، راح تعبر الى قناه الصفراء، وهناك راح تنضج وتبدي تبيض هذه الدوده بقنوات الصفراء مالتنا، وتنتج لنا البيوض اللي راح تطلع ويا من؟ ويا الغائط مال الانسان. زين طلاب، هاي الصور انت كلها مسؤول عنها على طور السبوروسيست، انت ما مسؤول عنه لانه مو واضح عندنا، يعني حاولت القي صوره واضحه، لكن هو طور السبوروسيست ما لقيت
شيء واضح، لأنه هذا عبارة عن نسيج مال السنيل، هذا عبارة عن يعني هاي تشريح من السنيل، أوكي، حتى يشوفون السبورسس، بس أيضا مو واضح عندنا، فأني عوفة أنت لا تأخذ هذا. زين، الإيج طبعا إحنا نقدر نشوفها بالماي، فنقدر بسهولة نحصل عليها الإيج اللي هي الفاشولة هيباتيكا، عرفتها عن طريق الأوبر كينام، هذا هو مثل الغطاء أو القباضة نسميه إحنا. زين، ورا الإيج يجيني متفقس يطلع لي طور الميراسيديوم، أوكي، هاي رقم اثنين، طور الميراسيديوم. الميراسيديوم طبعا جبت لكم صورتين إلى حتى اشوفكم شغلتين. الاولى اشوفكم دا تشوفون هاي طلاب اللي كانه لونها ازرق هيك مدار، هذا هي هاي السيليا اللي راح يصبح بيها الميراسيديوم، اوكي. اضافه شيء لا اقول انه هذا ميراسيديوم، دا تشوف هذا فشي كانه الاكس شيب، يشبه الاكس شيب، هذا اللون الاسود، هذا انا من اشوفه كانه رمز يرمز لي انه هو هذا الميراسيديوم، اوكي. اذا اكو شغلتين بالميراسيديوم اللي اشير لك انه هو اذا تجيك الصوره بالامتحان اما هذه او هذه، اذا جتك هذا مين تعرفه عن طريق هذه الاهداب السيليا، اذا جتك هاي الصوره مين حتعرفه عن طريق الاكس شيب هذه اللي داخل جسمه، اذا هذا هو الميراسيديوم من الفاشيولا هيباتيكا. هذه الطلاب هي شنيه ورا الميراسيديوم راح يجيني طور السبوروسيس، ومن ثم اخر شيء طبعا السبوروسيس انت غير مطالب به، فقط مطالب باسمه، انت مطالب باسمه سبوروسيس. اللي بعد السبوروسيس راح يجي راديا، راديا طلاب كانوا تشوفوا بها هنا فد منطقه هيك شيء افتح من الجسم، وتكون كانه بها يعني عدد يعني كبير من هذه العضيات، فانه تلاحظ انه هاي هي عباره عن الراديا، اوكي. بعد الراديا راح يجيني من هو طور السيركاريا، هذه السيركاريا، هذه هي طور السيركاريا، لاحظ الذنب مالتها يكون مشطور تشبه النطفه الذكريه، اوكي، فلاحظ انه الذنب ما مشطور، لكن من راح نجي ان شاء الله الاسبوع الجاي ناخذ السيركاريا مال الشيستوسوما تشوفوا الذنب مشطور بالنهايه مالته، اوكي، بالاضافه الى انه هذا الطور راح يختفي بالشيستوسوما، اوكي، فهسه حنشوف هاي الفروقات ان شاء الله الاسبوع الجاي. بعد السيركاريا طلاب شنو اكو؟ اكو يا طور اكو الميتا سيركاريا، لاحظ وياي هاي تحت المجهر، الميتا سيركاريا فتشي كلش صغير هاي تحت المجهر، يلا طالع شكلها بهالشكل، هذه من الانسان يبلعها ويا الخضروات او النباتات الورقيه، من راح تدخل داخل المعده مالتنا ما راح تتاثر ابدا. وين راح تفقس هذه الميتا سيركاريا؟ تفقس بالامعاء الدقيقه طلاب، اوكي. اذا هذه هي الانفكتد ستيج، اكتب يمها بصف الميتا سيركاريا او فوقها اكتب الانفكتد ستيج، طور الاصابه. زين طلاب، هذه من فقست هذه الميتا سيركاريا طبعا راح تتحول الى دوده بالغه، دوده بالغه هذه شكلها بالضبط، هاي الفاشيلا هيباتيكا هيك شكلها، اوكي. هذا هو الاورال سكر، هذا هو الفنترال سكر، هذه هو شكل الدوده، شوف تشبه الورقه وتكون كانه البطن منطبقه على الظهر. هذا الطلاب هو عباره عن كبد، لاحظ هذه المكانات المثقبه هاي طالع من عندها الدوده، طبعا هذه الدوده مقسومه هنا يعني عن طريق يعني شلون يعني بالتحضير دي يطلعوها او انقطعت او انقسمت، هذه دوده اخرى تشوفون هاي كم وحده، واحده اثنين هاي ثلاثه هاي اربعه، هاي التكميره مال هاي اربع ديدان من هذا الكبد، اذا هاي الادلت وورم، اوكي. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره بهاي الصور. الباثوجينستي مالتها طلاب ايش قلنا؟ ديورنج اكيوت فيس يعني توها طبت الدوده، عفوا توها طبت الميتا سيركاريا الى داخل الجسم، ايش حتسوي؟ راح تفقس داخل الامعاء، بعدين ورا ما تفقس راح تهاجر ميجريشن انفيجن هيباتيك بارينكايما اور لارفال فيس، كل هاي يشملها طور الاكيوت، يعني بعدها لي هسه ما مبيضه، اذا هذا اعتبره اكيوت فيس، اوكي طلاب. زين هنا الاكيوت فيس شنو راح اشوف بيه؟ ممكن هذا الاكيوت فيس من ورا ما تكبر، يعني خلال هاي الرحله كلها من تهاجر الى غزو الكبد الى تكمل الطور اليرقي مالتها، ايش حشوف هذا الشخص؟ شو يعاني؟ يقوم يعاني من ابدومينال بين، نيوجا، فوميتنج، هيباتوميجالي، ملايجا، فيفر، كف، يعني حيعاني من وجع بطن، غثيان، قي، يصير عنده انتفاخ بمنطقه الكبد، ملايجا، يكون همين التوعك صحي، يصير عنده فيفر سخونه، وكف يصير عنده مثل القحه، اوكي؟ او فتشي مثل اللعبان النفس عنده، بحيث يعني بسبب اللعبان النفس طبعا حتصير عنده هاي الكاف، اوكي. جنرالي حي يعني مرات الدوده طبعا اللارفال فلوكس ميجريت راح تهاجر الى مكانات عاليه من الجسم، مثلا تروح لللانجز، تروح للسبكيوتينيوس تيشو، البنكرياس، الجينيتال يوتيري تراكت، الايز، البرين، يعني كل هاي الطلاب راح تعبر عن طريق اما الاوعيه
الدموية واقع، اللمفاوية راح توصل لهاي المكانات. هاي يعني شنو؟ هاي بالحالات الحادة من الأكيوت فيس، أوكي، لأنه يرقي بعدها طور يرقي يعني صغيرة مو بالغة الدودة، فتقدر تهاجر عن طريق الأوعية مالتنا. لكن إذا أسألك على السيمتومز، الأعراض بالأكيوت فيس، الأعراض اللي موجودة بالأكيوت فيس هم هذول اللي بين قوسين، أوكي. زين، طلاب الكرونيك فيس بالطول المزمن، يعني اذا فرضنا هذا الشخص عانى من هاي الامورات كلها زين، وبس همل نفسه ما راح ما يرضى يروح للدكتور او ما يرضى يفحص، ايش حيصير عنده؟ انفلاميشن، راح يصير عنده التهاب او بلوكيج اوف بايل داكت، راح يصير عنده تنغلق قناه الصفراء بحيث يقوم يصير عنده مثل الابصفار الشخص او جول بلادرز، انفلاميشن اوف بنكرياس، ممكن انه يلتهب البنكرياس. اذا عندنا شغلتين بحالات المزمنه، انه تنغلق القنوات الصفراويه، اوكي، وبالتالي يصير الشخص عنده يعني مثل الاصفار، وتنغلق الجول بلادر، ممكن الصفراويه هم يعني تنغلق يعني، وعندنا ممكن انه يصيب البنكرياس باعتباره اقرب شيء للكبد، اوكي، والقناه الصفراء. زين، الشخص من يروح حتى يكتشف انه هو مصاب له ولا؟ هو طبعا اذا الدوده طبعا بيضت وطلعت البيوض مال الدوده ويا الفيسز، معناها حنفحص الفيسز وراح نلاقي الايجز مال الدوده، اوكي، يعني نشوف هذا الطور ويا الفيسز مال الشخص، اوكي. اذا فرضا لا، ممكن سوى تيست مال دم، اختبار مال دم، فراح نشوف انه يلقون ديتكت انتي بوديز، يعني حيشوفون اجسام مضاده، طبعا هذا فتشي مناعي، هذا الاختبار، يشوفون الانتي بوديز مال هذا الطفيلي او مال هذه الدوده بالدم مال السيرام او بالدم مال هذا الشخص، اوكي. فاذا هذا البلاد تيست، حتى ايش اسوي؟ ليش اختبارات دم اسوي؟ حتى اشوف الاجسام المضاده، اوكي، معناها اني مصابه بهذه الدوده. زين، اجي الطلاب على القسم الثاني من الكريماتودا اللي هو الانتستاينال فلوكس، اوكي. اذا خلصنا من الليفر فلوكس اللي هي الفاشوله هيباتيكا، اجي على الانتستاينال فلوكس اللي هي طلاب من هي الفاشولوبسس بوسكاي. الكومن نيم مال هذه الدوده شنو هي؟ الجاينت انتستاينال فلوك، يعني دوده الامعاء العملاقه. ليش عملاقه؟ هسه هشوفكم سلايد تشوفها عملاقه. اللوكيشن مكانها وين؟ ذيك كانت بالليفر، تتذكروها وين؟ حتعيش بالسمول انتستاين اوف هيومنز. اسم الديزيز، هذه كانت الليفر روت، هاي اسمها الفاشيولوبيسيس، اذا هذه بس الياسيس حضيف للاسم مال الدوده، اوكي. انفكتيف ستيج الميتاساركاريا، تشبه هذه شيء من الميتاساركاريا. الفيرست انترميديت هوست، هاي سنيل، هذاك سنيل همينه. لكن طلاب انا ما راح ادخل لكم اياها، سنيل عن سنيل يفرق، يعني هنا السبيشيز مال هذا السنيل يختلف عن ذاك، بس انا ما راح ادخل لكم اياها لانه حيصير الموضوع صعب عليكم. السكند انترميديت هوست هي الووتر تشيستنوت، هذا هسه حشوف لكم اياه شنو الووتر تشيستنوت. هو هذا شكله، هذا فد نبات يعني ينمو داخل الماي، هاي الاحصان مالته، شوفوا هذا الووتر تشيستنوت، هذا هيك شكله. هذا المضيف الثاني الوسطي، يعني اللي راح تجي الميتا سيركاريا راح تعيش عليه، يعني سيركاريا راح تسبح وتجي هنا وتتحول الى طور الميتا سيركاريا، تفقد الذيل وتتحول الى طور الكروي، اوكي. زين، الفاينل هوست هو من هو الهيومن والبيكس، الانسان والخنازير، المضيف النهائي اللي راح الدوده البالغه تتواجد بيهم. والدايجنوسيس هي ايضا ما دام هي بالامعاء معناها وين حتطلع البيضه، وهي الاوفا انفيسيس اور الايج انستول، كيفك انت شلون تقدر تقولها. زين، هنا نلاحظ اكو تفرع للامعاء، ابدا ماكو اي تفرع للامعاء. هسه شوف شنو هذه الدوده، هذه طبعا هو الووتر تشيست نوت قلناها. شوفوا طلاب، هذه كومبارجن سايز بتوين فاشيول هيباتيكا اند فاشيول لوبسس بوسكاي، هاي حقارن بين دوده الكبد ودوده الامعاء. شوفوا باو ام الكبد ايش قد مقارنه حجمها مع الامعاء، هذه هي الفاشيول لوبسس بوسكاي طلاب، وهذه هي عباره عن فاشيولا هيباتيكا، اوكي. شوف فاشيولا هيباتيكا من حيكبرها وهذا شكلها، لاحظ هذه الاكتاف، شوفوا شلون تكون واضحه هذه الاكتاف، اكتاف، اوكي. زين، هنا نلاحظ اي اكتاف ماكو بالموضوع، هذا هو الاورال سكر وهذه هي الاورال سكر، هذا هو البنترال سكر وياي. زين طلاب، شوف دورة الحياة بالضبط بالضبط نفس هذه شيء، اوكي، لكن هنا أنا شكل الدودة حيختلف، انه هو رسم لك انه الفاشيولوبسيس بوسكاي، وين اشار لك المكان بالامعاء الدقيقة، اوكي. لاحظوا وياي هم يعني من الخنزير ومن الانسان راح تطلع البيضة ما بيها بعدها جنين، راح تتحول بها داخلها جنين داخل المي، راح تفقس الى طور الميراسيديوم، هذا الميراسيديوم راح يصيب هذا السنيل، من دخل داخل السنيل راح يتحول الى سبوروسيس تريديا سيركاريا،
الكارية، السيارة الكارية راح تطلع من جسم السنيل، طلعت من عنده، راح تسبح عن طريق الذيل مالتها، تلقي هذا الووتر تشيستنوت وتتحول الى طور الميتا سيركاريا. الانسان من يجي ياكل هذا الووتر تشيستنوت هذا من يجي ياكله ما خاص لزين راح تدخل له طور الميتا سيركاريا، اوكي، وايضا تروح للامعاء. فلاحظ انه الفاشيولوبسيس بوسكاي لايف سايكل نفس دورة حياة الفاشيولا هيباتيكا. اللي فهم الفاشيولا هيباتيكا خلاص معناها فهم دورة الحياة هذه. هذه الاماتشور ايج ديتشارج ايج، اوكي، انستول، وبعدين الايج بيكم امبيريتد ان ووتر ريليز ميراسيديوم، ما راح يروح الاول المضيف وسطي اللي هو من هو السنيل او الانترميديت هوست. بعدين السنيل راح داخل جسمه راح يعاني الطفيلي من سبوروسيست، راح يتحول من طور سبوروسيست ريليا ان سيركاريا. السيركاريا راح تعوف جسم السنيل وتروح على الاكواتيك بلانتس اللي هو الووتر تشيستنوت، ويعني هذا السكند انترميديت هوست. انتبه هنا بين قوسين سكند انترميديت هوست، هذا هو الفيرست انترميديت هوست او المضيف الوسطي. الاكواتيك بلانتس هي السكند انترميديت هوست، المضيف الوسطي الثاني. اذا ما خسرنا هذا الووتر تشيستنوت بشكل جيد، اجينا احنا اكلناه، احنا الديفينيتيف هوست راح يدخلنا انجستشن، راح نبلع هالميتاستيركاريا هذه اللي موجودة بالأكواتيك فيجيتيشن. بعدين after ingestion the metasircaria من راح تدخل الميتاسيركاريا داخل المعاق مالتنا راح تفقس and attach to the intestinal wall، وراح تنمو إلى دودة بالغة وتبدي تبيض هذه الدودة. زين أكمل طلاب الباثوجينيسيس مال فاشيولوبسيس بوسكاي، شنو المرضية أو حد سبب لي أعراض هذه الفاشيولوبسيس بوسكاي؟ يقول لي most infection are light and asymptomatic، تكون خفيفه الاعراض مالتها وما بها اعراض عاده. In heavier infections بالحالات الحاده symptoms الشخص من يكون عنده فت يعني حاله كلش قويه وحاده حيعاني من دياريه، اسهال، abdominal pain، حيعاني من وجع بالبطن، فيفر يعني حراره مرتفعه، عند intestinal obstruction ممكن انه تسد لي الامعاء يعني تجمع مجموعه من الديدان وش تسوي راح تسد لي الامعاء، وبالتالي هنا راح يصير عنده تداخل لازم جراحي هذا الشخص. فهذه بالنسبه لي الفاشيولوبسيس بوسكاي. لاحظ انه هنا هذه برانشد انتستاين كاتب لك اياها، عفوا براش تيستس، هذه هي قلت لكم هذه وهذه من هاي المنطقه. شوفوا الامعاء هنا شلون بدت، شوفوا هاي الامعاء وهنا ايش صار بها، التحمت بالنهايه. هذا هو الاوتايب قلت لكم عليه، هذا هو الاوفري ان برانشد انتستاين. انتبه ان برانشد انتستاين هاي مأشر لك عليه هاي المعيمه متفرغ، هذا هو البنترال سكر وهذا هو الاورال سكر. اوكي اجي طلاب على التريماتودا النقطة الثالثة اللي هي اللانج فلوكس، هذا اخر نوع من الفلوكس اللي هو اللانج فلوكس. شفنا شنو الصفتين المميزة بهذه الدودة، انه الامعاء زيجزاك شيب، هاي النقطة اولى. اثنين البادي كفر ويذ سباينز، الجسم محاط بسباينز باشواك. اوكي شوفوا البارونيموس ويسترماني الكومن نيم هي نسميها الاورينتال لانج فلوك، اورينتال لانج فلوك. اللوكيشن مالتها فاوند ان ذا لانجز اوف هيومن، تتواجد بالرئه مال الانسان، هذه اذا تصيب للرئه. الاولى كانت تصيب الكبد، الثانيه تصيب الامعاء، هذه تصيب الرئه. البادي كفرد وذ سباينز، الجسم مغطى مال هذه الدوده بسباينز، اوكي باشواك، الجسم كله مالتها مغطى باشواك. اسم الديزيز هو الباراغونيميسيس، سهل اسم المرض ما بيشي. الانفكتيف السيطره والاصابه هي الميتاسيركاريا، تشبه هذولاك الاثنين. اول مضيف وسطي هو السنيل، هم تشبه هذوليك الاثنين. السكند انترميديت هوست هو من هو الكراي فيش، هذيك الووتر تشيستنوت، والقبلها هو من هو الووتر كريس، اعشاب مائيه او اي نباتات ورقيه. الكراي فيش طلاب هو هذا شكله، هذا هو شكله الكراي فيش. فاينل هوست هو من هو الهيومن دايجنوسيس، التشخيص شلون اشخص اصابه بهذه الدوده. الايج انسبيوتام sometimes egg in stool، البيضة راح تطلع ويا القشع بما انه هي تصيب الرئة، معناها وين حيطلع به القشع من يقوح الانسان وهذا يطلع المادة، فهذا نسميها سبيوتام، راح تطلع البيضة مالتها. مرات يقول لي sometimes egg in stool، ليش مرات اشوف البيضة بالستول؟ مرات الانسان من يقوح تطلع هاي مادة السبيوتام، شو يسوي؟ يبلعها. من بلعها وين دخلها؟ دخلها للجهاز الهضمي، وبالتالي البيضة راح تطلع ويا من؟ ويا الستول، اوكي؟ ويا الغائط. طلب نفس الحكي مثل ما قلنا، انه هنا وين اشر لك موقع البيضه داخل الرئه، فلاحظ وياي عن طريق القشع راح تطلع الايج
يعني إذا يعني قح الإنسان وبصق هذه القشع راح تطلع الأمبريتد إيز، إذا راحت للمي بعدين راح تفقس إلى طور هاتش إلى ميراسيديوم، هذا الميراسيديوم راح يصيب هذا السنيل. إذا من تشوفون من الرسومات هذه شلون سنيل يختلف عن سنيل، لذلك أنا ما دخلت لكم الأسماء العلمية مالتهم، فراح يتحول إلى طور سبورسيس تريديا سيركاريا، بعدين هاي السيركاريا راح تتحول من طور السيركاريا الى طور تدخل الى داخل جسم هذا الكرايفش، وايضا تتحول الى طور الميتا سيركاريا. شوف اذا هاي السيركاريا تحول الى طور الميتا سيركاريا، من راح يجون هذا الاشخاص مرات ما يطبخون هذا الكرايفش بطريقه جيده راح تدخل لنا طور الميتا سيركاريا وتبدي الاعراض عندنا تظهر. اوكي، هذه هو الطلاب اللايف سايكل همينة، يعني انه نفس الحكي نفسه بالضبط، بس مواقع تختلف وانواع الانترميديت هوست الثاني تختلف، وموقع ظهور البيضة وين؟ ذا ايج ان ذا سبيوتام، بالسبيوتام اللي قبلهم الاثنين كانوا وين؟ بالستول، تتذكرون لو لا؟ they are swollen and passed with the stool، ممكن انه يبلع الانسان هذا القشع وراح تطلع البيضة ويا الستول. A become imbibed on myrasidium هاش، نفس الحكي راح يدخل لنا للسنيل ويتحول الأطوار اللي هي سبوروسيس تريدي أن سيركاريا، السيركاريا راح تطلع تسبح تروح للسكند انترميديت هوست اللي هو الكريستيشيان أو يسموه الكراب أو الكرايفيش، وتتحول إلى طور الميتا سيركاريا الماميليان هوست اللي هو الديفينيتيف هوست، إذا أكلنا طريقة مطبوخة بشكل جيد راح يدخل لنا هذا الدودة. الميتاساركاريا exists in the duodenum, penetrates through the intestinal wall into peritoneal cavity and through abdominal wall and diaphragm into the lungs. يعني هي البيضة يعني راح تفقس بالأمعاء صحيح، لكن ايش حتسوي؟ راح تهاجر هذه الميتاساركاريا، عفوا راح تفقس داخل الأمعاء، لكن ايش حتسوي؟ راح تهاجر عن طريق جدار الأمعاء والبريتونيال كافيتي، حتروح وين؟ راح تروح إلى الدايفرام بعدين الحجاب الحاجز and into the lungs، راح توصل للأمعاء، يعني كأنه تهاجر من الأمعاء إلى الرئة. هذه الميتاساركاريا من راح تصير اكسستيشن بيها، من راح تفقس الميتاساركاريا راح يطلع الطور اليرقي مال الدودة وراح تهاجر من الأمعاء إلى الرئة. زين، الباراغونيماس وسترماني الباثوجينيسيس مالتها طلاب شنو الامراضيه ايش حيصير بهذا الشخص؟ يقول لي كف اند بلاد تينج سبيوتام، يعني حيصير عنده فتقحه، السبيوتام من يطلع يكون مخلوط ويا دم. شنو سبب الدم طلاب؟ تشوف هاي الاشواك اللي موجوده على جسم الدوده، تشوف هاي الاشواك، هذه الاشواك راح تخدش لي جدار الرئه مالتنا. اوكي، هاي الدوده راح تخدش جدار الرئه، بالتالي من تخدشت حيطلع دم بالرئه، وبالتالي من الإنسان هذا يقح، خاصة القحة القوية راح يقوم يطلع دم عنده ويا السبيوتام. زين، هنا شنو عندنا؟ الهيماتوبسيس هنا is the coughing up of blood or blood stained mucus from bronchi, larynx and trachea. طبعا هنا يعني البرونكاي القصبات واللارينكس هي الحنجرة والتراكيا هي القصبات الهواء، التراكيا هي القصبات الهوائية. اوكي، فطلاب هنا من تطلع القشع طبعا دا يمر بكل هاي المكانات. اوكي، فيقول هنا البلاد ستيند ميوكاس، يعني هاي شلون يسموها العينة اللي راح يعني يفحصوها راح تكون بها دم، فأنا يعني هنا اختصرت لك اياها، حطيت لك اياها بالازرق كاف اند بلاد تينج سبيوتام، اذا السبيوتام القشع بدم، القحة من يقح الشخص القشع يطلع به دم. In some cases and quite a few patients complain of difficulty in breathing، الاشخاص هنا طلاب ممكن تصير عنده مضاعفات، يصير عنده ألم بمنطقة الصدر وبالتالي صعوبة عنده بالتنفس، هاي الأشخاص اللي تكون يعني حالاتهم متقدمة. زين، هذه شنو؟ هذه هو عبارة عن الدودة، هذا هو الأورال سكار، هذه هي عبارة عن السيكا طلاب، شوفها هنا الفنترال سكار هياته، نشوف انه يختلف موقع الفنترال سكار من دودة دودة، هذا هو اليوتراس، هذا هو الأوفري. اوكي، هذه هي تيستس. زين، بعد شنو عندنا؟ يعني انه انت تحفظ الرسومات، هذه لا ما اريدها، اذا هذه كانت عندك واضحه الرسومات فانت مطالب بها، يعني من اجيب لك هذه الصوره ومن اقول لك diagnose this form شو تقول لي؟ اللي هي الباراغونيماس وسترماني، اي غلط بالحرف تعتبر اجابه صفر. اوكي، انا بلغتكم.
ودا أسوي الواجبات البيتية حتى تتعلمون الكتابة. رجاء رجاء انتبهوا. زين طلاب، محاضرتنا اليوم طبعا انتهت. كفت شيء انه هذا اليوم راح اتطرق له. بعض الطلاب قالوا لي انه الجداول شوية تكون غامضة بالنسبة لنا، فأني سويت هذه الجداول جبت لكم اياها حتى انه افهمكم عليها. بالنسبة للجدول الاول اللي هو كان يخص طفيلي الليشمانيا تروبيكا، الليشمانيا برازيليانسيس اند الليشمانيا دونوفاني. زين هذه الطلاب قلت لكم الاسماء الطفيليات، هذول هم اسماء الطفيليات. هذا ينكتب الاسم العلمي جواه خط او ينكتب بطريقه ما الى ان ميلاده الخط. اسم المرض طلاب شنو اسم المرض هذه مالتها؟ اسمها كيوتينيوس ليشمانيسيس، اي معناها الليشمانيا الجلديه. ميوكو كيوتينيوس ليشمانيسيس، الليشمانيا الجلديه اللي تصيب المناطق المخاطيه بالضبط. هاي الفيزر الليشمانيسيس طلاب اللي هي الليشمانيا الاحشائيه. زين هنا الكومن نيم اوف ديزيز، شنو يسمون المرض بالعاميه مثل ما نقول؟ ما هذا بما انه يصيب الجلد. احنا طبعا طلاب اني لانه احنا بالعراق، فاكو طبعا اكو غير اسماء للكيوتينيوس ليشمانيسيس، بس انا لانه يخص العراق سميتها البغداد بويل. اوكي يعني هاي يسموه حبه بغداد، هذا الاسم كلش قديم. الميكرو كيوتينيوس ليشمانيسيس اسم المرض الشائع، الكومن نيم اوف ذا ديزيز، شنو اسمه الشائع؟ هذا يسموه الاوتا. اوكي هذا يسموه الاوتا. والفيزرال ليشمانياسيس طلاب سموها الدمدم فيبر، طبعا هاي الام نازله هنا، الدمدم فيبر هنا سموها دمدم فيبر طلاب اعتمادا على المنطقه اللي اكتشفوا بيها المرض. اوكي فهاي اكو منطقه اسمها دمدم اصلا. اوكي فالدمدم فيبر سموها على اسم المنطقه. اوكي يعني هذا اكو فد، يعني القصه هي انه جندي سخن فد سخونه كلش عاليه، ما توفى. شنو كان ثاري عنده المسكين؟ كان عنده فيزرال ليشمانياسيس، فسموا المرض على اساس المنطقه اللي توفى بها هذا الجندي. زين الستيج اوف ذا باراسايت انسايد ذا فيكتور، هنا الاطوار الطفيلي الموجوده داخل الحشره الناقله. بما انه الليشمانيا طلاب، فاني راح اشوف الليشمانيا فقط طورين اللي هو طور البروماستيغوت والاماستيغوت. البروماستيغوت اني قلت لك تخيل الحشره جسمها مغزلي، معناها الطور المغزلي ايضا يتواجد داخل جسمها المغزلي. اذا البروماستيغوت شكله مغزلي يتواجد داخل الحشره. هذا البروماستيغوت هو يعتبر الانفكتيف ستيج بالنسبه للانسان. اوكي شوف انا هنا كاتبه لك طور الاصابه للانسان، اذا هذه منحه عظمه الحشره راح يدخل يطور البروماستيغوت. اوكي داخل جسمي مباشره راح يتحول طلاب، لانه انا داخل جسمي ماكو شيء يدخل داخل جسمي اذا ما تهاجم الخلايا المناعيه. مجرد هاجمتها الخلايا المناعيه بتلعتها راح يتحول الى طور الاماستيغوت. اوكي اذا هذا طور مؤقت بجسمنا مو طور نهائي. اوكي فاللي يبقى داخل جسمنا هو طور الاماستيغوت. اذا هذا اطوار الطفيلي الموجود داخل جسم الانسان هو الاماستيغوت. اوكي هذا هو الاماستيغوت. الحشره شنو تاخذ من عندنا؟ طور الاماستيغوت. الحشره شنو تعطينا؟ البروماستيغوت. زين location of the parasite inside the human body، شوفوا هنا يعني اقول لك من اقول لك موقع الطفيلي بالهيومن بادي بجسم الانسان، وين يتواجد الطفيلي؟ يعني هذا الليشمانيا تروبيكا يتواجد بالسكن بالجلد. اوكي بالايد بالرجل مثلا بالرقبه باي مكان معرض لعضه الحشره. الليشمانيا برازيليانسيس الطلاب وين يتواجد؟ بالميوكوس تيشو، تتذكرون منطقه الانف اللي عضتها، منطقه الفم، منطقه البلعوم، اي مناطق تكون شنو تكون مخاطيه تكون ميوكوس تيشو. الطلاب الليشمانيا دونوفاني وين هي؟ بالفيزرا بالاحشاء. اوكي يعني الحشره مو طبت عضه الاحشاء مالتنا، لا تعضنا ومن ثم الاصابه تنتقل الى الاحشاء. اوكي هذا النوع راح ينقل لي الاصابه للاحشاء. زين اسم الناقل الليشمانيا هي من هي؟ ساند فلاي. ساند فلاي ساند فلاي بكلهم. وطلاب المين امبورتنت فيتشرز اوف انفكشن باي ذيس باراسايت، اهم الاعراض اللي تظهر على المريض. رجاء طلاب ركزوا، يعني انا يعني جايين بالواجب البيتي وشارحي لي نص صفحه، انا ما اريد هيك شيء. يعني انا اذا تشوف يعني انت حل الواجب اوكي، بس انتبه على الاجوبه النموذجيه طلاب، ترى الموضوع ابسط مما انتم متخيلين. يعني انا ما اريد الطالب يكتب لي ثلاثه سطور وهو ما وصل لي اصلا موصل لي الفكره اللي اريدها. فهنا أنا شخص منحت عضه الحشره، خلت عضنا بقايا، ايش حيصير؟ ريد بابيوب، راح يصير عندنا ندبه حمراء، بينكس تو لارج، هنا راح تبدي تكبر، وبعدين حتتقرح التيريت، هاي انتهى، واحد اثنين ثلاثه، خلاص. ريد بابيول اول شيء تكبر تتقرح، انتهى. اجي هنا أنا. بالليشمانيا برازيليانسيس نيكروتيك ألسر فورم بايت فورمز ات ذا بايت سايت. اوكي يعني هنا حيصير قرحه بالمكان اللي عضتنا به الحشرات. اوكي هذا اهم عارض
اوكي راح نشوفها بالبرازيليانسز. زين بالليشمانيا بيونوفاني شلون اقول هذا الشخص مصاب بليشمانيا احشائيه؟ اللارمنت اوف ليفر اند سبلين راح ينتفخ عندك الكبد والطحال. اوكي يعني ان شاء الله وصلت الفكره بهذا الجدول. اروح على الجدول اللي بعده. الساينتفك نيم اوف باراسايت طبعا هنا بالنسبه للتريبانوسوما. اوكي هنا بالنسبه للتريبانوسوما الساينتفك نيم اوف ذا باراسايت الاسم العلمي مال الطفيلي هو هياتهم تريبانوسوما بروزي جامبينسي، تريبانوسوما بروزي روتينسي، والتريبانوسوما كروزي. زين اذا هذول الطلاب من تشوف تريبانوسوما بروزي تتذكرون من اذا يجيك من امتحان mention the subspecies of Trypanosoma brucei. كم بي subspecies Trypanosoma brucei؟ شوفوا بي ثلاثة اللي هو Trypanosoma brucei brucei هنا ما ذاكري بالجدول. اثنين Trypanosoma brucei gambiensi and Trypanosoma brucei rhodiensi. اوكي هذه مهمة. زين name of the disease اسم المرض، اسم المرض اللي سبب لي كل طفيلي ولا يعتبر اسم علمي ولا يجوز وضع تحته خط. شوفوا من تقول اسم مرض ماكو يعني مو اسم علمي، اسم المرض هو لا يعتبر اسم علمي طلاب، فقط اسم الطفيلي يعتبر اسم علمي واللي نحط جواه خط. شوفوا الجامبيانسي سوتي مرض النوف الافريقي هي افريكان سليبنج سيكنس، الروتسيانسي ايضا الافريكان سليبنج سيكنس نفس اسم المرض، التريبانوسوما كروزي شوفوا هو كروزي اسم المرض مالته هم يبدي بحرف سي وشكل التريبانوماستيكوات مالته شكله حرف سي تمام لو لا؟ اذا تريبانوسوما كروزي هو تشاكاس ديزيز. اوكي اسم المرض مالته ستيجز اوف ذا باراسايت انسايد ذا فيكتور اسماء الاطوار داخل جسم الحشره. انتبه من يعني من دوره الحياه انت تقدر تطلع ليهم اول شيء داخل جسم الحشره شنو اكو؟ اكو البروسايكل تريبوماستيغوت الابيماستيغوت والميتاسايكل تريبوماستيغوت. مين جايبين لي الاماستيغوت والبروماستيغوت؟ طلاب مو بكيفكم رجاء هاي الامور تحددوها. تريبوماستيغوت من اسم الطفيل التريبانوسوما فراح اشوف طور التريبوماستيغوت. اوكي فراح اشوف البرو والميتا وبيناتهم شنو اكو؟ اكو الابيماستيغوت. انتبه لو لا؟ طبعا بالكويز انا جبته وكم ناس مغلطين بيكم. اجي على الافريكان سليبنج سيكنس نفسه نفس السبيشيز هذا البروسي نفس السبيشيز بس بالسب سبيشيز دي يختلفون. اذا راح اشوف البروسايكليك الابي ماستيغوت والميتاسايكليك تريبوماستيغوت. انتبهت لو لا؟ اذا هذا بالحشره اكو ثلاث ادوار واحد اثنين ثلاثه وهذا همينه واحد اثنين ثلاثه. هنا طلاب بالتشاكاز ديزيد واللي هو طفيلي اللي حيسبب لي تريبانوسوما كروزي راح اشوف الابيماستيغوت والميتاسايكليك تريبوماستيغوت. لاحظ ان التطور البروسايكليك تريبوماستيغوت يختفي من دوره الحياه. منو اللي راح اشطبه؟ راح اشطب هذا هنا. اذا راح يبقى لي منو؟ راح يبقى لي الابي والميتا. شوفوا هذه الابي والميتا هاي اللي هو موجودين ذولا داخل جسم الحشره. زين داخل جسمنا داخل جسمنا من راح تيجي تعظم الحشره ياهو راح تدخلي؟ راح تدخلي الثالث يا حتدخلي راح تدخلي الميتاسايكليك تريبوماستيغوت. للسهوله الكم اوكي للسهوله الكم هذا اريدكم شنو هذا اريدكم تقول التريبوماستيغوت تريبوماستيغوت هنا أنا موجودين لانه ذولا يتواجدون فقط بالدم. الاحظ هنا أنا راح اشوف بالاضافه الى التريبوماستيغوت راح يختلط الطفيلي ايضا بالانسجه والخلايا اللي هي بالتحديد بالخلايا المناعيه الموجوده بالانسجه ويتحول الى طور الاماستيغوت. اوكي اذا بس بالكروزي راح اشوف داخل جسم الانسان طورين لكن بالروتسينسي والجامبيانسي راح اشوف فقط التريبوماستيغوت. اوكي زين الطور الذي سيصيب الانسان بعض عضه الحشره من اللي حيصيب الانسان؟ ما قلت لكم انه هذا اللي حيدخل لنا الى داخل جسمنا فهو الميتاسايكليك تريبوماستيغوت. اوكي هو بكلهم نفس الشيء. اوكي واحد زين يعني طلاب انت من تيجي تحفظ يعني رجاء كونوا اكثر دقه بالحفظ مالتكم بالفهم افهم وليس تدرخ. هذا من تيجي تحفظ ذولا اسم المرضين نفس الشيء اوكي بس هذا يختلف. نجي هذول الاطوار الموجوده باليرقه اثنينهم نفس الشيء انتهى الموضوع هذا حيختفي بس الاول. اجي على اللي موجود داخل جسم الانسان هذول الاثنين ايضا نفس الشيء هذا وين حيزيد له؟ بس الاماستيغوت. طور اللي حيدخل الى داخل جسم الانسان بالثلاثتهم نفس الشيء هذا وين حيتواجد الطفيلي؟ يفتر بالدم بسوائل الجسم بلاد لينف سباينال فلويدز هنا نفس الحاله. هنا وين يتواجد؟ بالاضافه الى انه البلاد وين راح يختل؟ بارتيكولا اندوثيليال سيستم اللي انا عرفته باحدى المحاضرات اللي هو الخلايا المناعيه اقصد به اللي موجوده داخل الاعضاء. اجي على اسم الفكتور الناقل هذول اثنينهم نفس الشيء هو السي سي فلاي. طبعا مهمه اسماء النواقل طلاب يعني انا من ترى الجدول من دا اسوي لك اياه
يعني ما ردك تعوفه او تنقله من زميلك، لانه ما تتخيل بالامتحان شنو وضعية الاسئله. يعني انا مو اخوفكم، بس الاسئله جدا دقيقه، يعني اللي مكيف معتمد حيعتمد على الانترنت او كذا ما حيفيدك. انا اقول لك اذا ما حتقرا ما حيفيدك وياية. والمصيبة إذا أنه ما نجحت بالامتحانات الإلكترونية وحملت المادة وجيت تمتحنها على ورق وأنت كل شيء مقاري من المادة، يعني هنا الكارثة حتصير. أجي بالتريبانوسوم كروزي، الناقل هو الكيسينج باج، أوكي؟ أجي هنا أنا أهم المظاهر اللي راح يعني تظهر على المريض. هنا أنا إذا جيت سألتك على الأكيوت فيس، إذا سألتك على الأكيوت فيس بالتريبانوسوم جامبيانسي تقول لي ألسر، حتصير قرحة swelling at the posterior، راح يصير عندنا انتفاخ بالcervical nodes اللي هي بالعقد اللمفية الرقبية الخلفية، حيكون عندنا انتفاخ وراح تصير عندنا ممكن ulcer، اوكي تقرح. اذا قلت لك احكي لي عن ال chronic phase of trypanosoma rosy gambiensi، وين تروح لي؟ بس على على اللي راح تهاجم الدماغ، اوكي زين. اذا قلت لك بصورة عامة، قلت لك the main important feature of infection by التريبانوسوما جامبيانسي، تحكي لي الاكيوت والكرونيك. اذا ما حدد لك اني، اذا حدد لك الاكيوت تكتب بس الاكيوت، اذا حدد لك الكرونيك تكتب بس الكرونيك. اجي على الروتسيانسي، هي اصلا ما بيها كيوت واكيوت وكرونيك، قبل راح تضرب الدماغ مثل ما اتفقنا. واحد صار عندنا مضاعفات اللي هم هذول ذكرناهم. التريبانوسوما كروزي بي اثنين، يعني اكيوت وكرونيك. الاكيوت اهم شيء تقول لي، يعني تو انصاب المريض التشاكوما، اللي شوفتك صور التشاكوما، من اجيب لك صوره اقول لك diagnose this pathological case، شخص هاي الحاله المرضيه شو تقول لي؟ تشاكوما، اوكي. اقول لك in which phase this symptoms appear، باي طور هذه راح تظهر هاي الظاهره او هذا العرض، راح تقول لي بالاكيوت فيس، اوكي. راح تظهر عند راش edema around the eye and face، فحيث عنده فيفرز ما ادري، هذا حسب الصور اللي انا جبت لك اياها اجيب لك تشخيص. هنا الهيباتوسبلينوميغالي انتفاخ حيصادف عنده بالكرونيك، فايش حيصير عنده بالطور المزمن يعني، اوكي. فمن اجي هم اسالك، اذا اقول لك اشرح لي الاكيوت فيس مال التريبانوسوما كروزي تشرح لي بس هذولا هذولا، اذا اقول لك الكرونيك فيس تشرح لي بس هذولا سطرين. اذا ما حددت لك قلت لك الانفكشن بالسيمبتومز مال التريبانوسوما كروزي تشرح لي اثنيناتهم، اوكي بصوره عامه. اجي طلاب على الملاريا، هنا غيرنا بالجدول. فساينتفك نيم اوف ذا باراسايت، اسم الطفيليات هذولي البلازموديوم فالسيبارام، بلازموديوم فيفاكس، بلازموديوم اوفالي، والبلازموديوم ملاريا. اسم المرض طبعا كل واحد انطيته اسم مرض، الماليجنت ملاريا، الاوفالي تيرشين ملاريا، تيرشين ملاريا، الكواترين ملاريا. اطوار الطفيلية الموجودة داخل الحشرة الناقلة، طبعا انا من دورة الحياة عرفت شنو اكو موجود داخل الحشرة الناقلة، فهذول كلهم نفس الشيء اللي هي المايكروجاميت والزايجوت الاوكاينيت والماكروجاميت نسيتها الاوسيست السبوروسيست، واخيرا هو السبوروزويت، اوكي. هذا يعني ينزل المفروض هنا السبوروزويت. الاطوار الموجوده داخل جسم الانسان منهم ما هذول الاطوار بكلهم نفس الشيء. طور الاصابه بالنسبه لجسم الانسان من هو طور السبوروزويت اللي حيدخل لي مو ولا زين. موقع الطفيلي بجسم الانسان، اي جزء من جسم الانسان يحتل الطفيلي يبدا يتكاثر، هو الليفر والار بي سي نفس الشيء كلهم. الحشره الناقله هي من هي الانوفيلس، اوكي بكلهم. واهم الاعراض اللي تظهر هذه كل واحد، وهي اهم شيء هي الفلو لايك سيمبتومز. عندنا شفنا فد شيء طلاب، طبعا اعراض الانفلونزا هي شنو؟ تشلز، قشعريره، حراره، ممكن فوميتنج، دياريا. طلاب كلهم تقدر يعني تذكر لياهم بهذول الانواع، لكن عندك بالفالسي بارام شيء مهم حيزيد عندنا، ممكن انه حيسبب لي هاي مهمه الكابيلاري بلاكينج، انه تنغلق الاوعيه الشعريه او الاوعيه الدمويه، والكيدني دامج من تحطمه الكيدني عندنا الكلى، ايش حيصير عنده؟ البلاك ووتر فيفر، اوكي. وعرفنا شنو البلاك ووتر فيفر، انه الادرار يكون لونه اسود، ليش؟ بسبب تحلل كريات الدم الحمراء، اوكي، اللي راح يسببها هذا الطفيلي، وحيصير عنده ممكن كوما، يعني غيبوبه، واخيرا ديث، هذا الشخص حيصير عنده ديث. أتمنى الطلاب استفادتوا من هاي المحاضرة، رجاء أي سؤال أي سؤال تسألوني إياه، وراح أعلمكم بالتعليمات اللي لازم تنزل بطريقة كتابة التقرير العلمي اللي راح ينحسب من ضمن درجات الفاينال. شكرا لكم.